التأثير الثالث للمواد الكيميائية هو تأثير المواد الكيميائية على الجهاز العصبي. تأثير المواد الكيميائية على الجهاز العصبي يعتمد على 4 عناصر أو 4 عوامل أساسية. تأثير المواد الكيميائية يعتمد على 4 عوامل أساسية: العامل الأول مدى سمية المادة، العامل الثاني تركيز المادة، العامل الثالث طول فترة التعرض، بالإضافة إلى الخواص الفيزيائية والكيميائية للمادة. فقلنا تأثير المادة الكيميائية على الجهاز العصبي يعتمد على 4 عوامل أساسية، وهي مدى سمية المادة، تركيز المادة، طول فترة التعرض، بالإضافة إلى الخواص الفيزيائية والكيميائية للمادة. طبعا هنا كل ما زادت سمية المادة، وكل ما زاد تركيز المادة، وكل ما زاد طول فترة التعرض، هنا تزداد سرعة الاستجابة. المقصود بسرعة الاستجابة يعني تأثير المادة الكيميائية يكون سريع وقوي جدا على جسم الكائن الحي. يعني هنا العلاقة علاقة طردية، كل ما زادت سمية المادة كل ما كانت الاستجابة سريعة، كل ما زاد تركيز المادة كل ما كانت الاستجابة أو كان التأثير سريع، كل ما زاد طول فترة التعرض كل ما الجسم تأثر أو الجهاز العصبي تأثر بسرعة بالمادة الكيميائية الضارة. طبعا تم تقسيم المواد الكيميائية من حيث التأثير على الجهاز العصبي إلى 3 تأثيرات أساسية. التأثير الأول هي التأثيرات الحادة. طبعا التأثيرات الحادة نتائج هذا التأثير تظهر بشكل سريع ومباشر، وأحيانا تظهر بعد مرور فترة زمنية قصيرة. طبعا هنا نتيجة للتعرض لمواد كيميائية يكون تركيزها عالي جدا. يعني لما تكون المادة مركزة فهنا الأثر أو التأثير على الجهاز العصبي يكون سريع جدا، يظهر بشكل مباشر يعني مباشرة، أو يظهر بعد فترة زمنية قصيرة. التأثيرات المزمنة، هذا التأثير تظهر أعراضه بشكل كبير ومستمر ومتكرر عند التعرض لمواد كيميائية ذات تركيز قليل. يعني لما تكون التركيز المادة الكيميائية منخفض، أعراض التأثير تظهر بشكل كبير ومستمر لكن بعد فترة زمنية. التأثيرات الموضعية هي يقصد بالتأثير الموضعي يعني تأثير المادة الكيميائية على موضع معين من أعضاء الجسم أو من أعضاء الجهاز العصبي. يعني المادة الكيميائية تؤثر على جزء أو موضع معين من الجهاز العصبي. مثلا تؤثر مادة كيميائية على عصب العين، أو تؤثر على عصب المجاري التنفسية، أو على أعصاب الجلد. فهنا يكون التأثير موضعي، يعني المادة الكيميائية تؤثر على موضع معين في الجهاز العصبي. التأثيرات الجهازية، التأثيرات الجهازية هي أن المادة الكيميائية تهاجم جهاز معين من الجهاز العصبي أو جزء معين من الجهاز العصبي، مثلا تهاجم المخيخ أو تهاجم المخ أو تهاجم فلقة الحبل الشوكي أو تهاجم الأوعية الدموية. فهنا المادة الكيميائية تهاجم جهاز معين من أجهزة الجهاز العصبي أو جزء معين من أجزاء الجهاز العصبي. تأثيرات الأعضاء أو الأجهزة المستهدفة، هذه التأثيرات تقتصر على جزء أو 2 من أجهزة الجهاز العصبي. يعني هنا في تأثيرات الأعضاء أو الأجهزة هنا يتأثر جزء أو جزئين من الجهاز العصبي. طبعا معروف أن الجهاز العصبي يتكون من الحبل الشوكي، يتكون من المخيخ، يتكون من المخ، يتكون من فلقتي المخ والأوعية الدموية. فهنا تأثيرات الأعضاء أن يتأثر جزء أو 2 من أجهزة الجهاز العصبي. طبعا تأثير المواد الكيميائية على الجهاز العصبي يؤدي إلى الإصابة بالتوتر، يؤدي إلى عدم الاتزان، يؤدي إلى اضطرابات عقلية، يؤدي إلى مشاكل في السمع، إلى ضعف في الذاكرة، إلى ضعف في العضلات. يعني هذا التأثير
هذه أهم تأثيرات المواد الكيميائية على الجهاز العصبي. التأثير الرابع، تأثير المواد الكيميائية على الجهاز الحركي. طبعا عند انتقال المواد الكيميائية إلى داخل الجسم بواسطة طرق التعرض المختلفة تؤثر سلبا على الجهاز الحركي، حيث تعمل هذه المواد على ارتفاع نسبة الدهون البروتينية في الجسم. طبعا لما ترتفع نسبة الدهون البروتينية في الجسم حيبدأ يترسب الكوليسترول في خلايا في الخلايا وفي الأوعية الدموية وفي الشرايين، الأمر الذي يؤدي إلى تصلب الشرايين وبالتالي إلى حدوث الجلطات أو إلى حدوث حالات الوفاة. التأثير الخامس هو التأثير على الجلد. طبعا كيف ما ذكرنا في السابق أن الجلد يعتبر أو الجلد يحمي أجهزة الجسم المختلفة من العوامل الخارجية، إلا أن الجسم أو الجلد لا يستطيع مقاومة بعض المواد الكيميائية، حيث تنتقل بعض المواد الكيميائية عن طريق بصيلات الشعر أو عن طريق الغدة العرقية بحيث يمتصها الجلد وتنتقل إلى أجزاء الجسم المختلفة. من أهم هذه المواد اللي تنتقل بسهولة أو يمتصها الجلد بسهولة الهيدروكربونات والمبيدات الحشرية. طبعا الهيدروكربونات والمبيدات الحشرية لا يستطيع الجلد مقاومتها فتنتقل أو يمتصها مباشرة. طبعا تم تقسيم المواد الكيميائية على حسب نفاذها عبر الجلد إلى 4 مجموعات طبعا مرتبة من الأسرع إلى الأقل. فأسرع المواد الكيميائية انتقالا عبر الجلد عندنا المواد الكيميائية القابلة للذوبان في الماء والدهون. المجموعة الأولى هي المواد الكيميائية التي تذوب في الماء وتذوب في الدهون، هذا انتقالها يكون سريع جدا عبر الجلد. المجموعة الثانية هي المواد التي تذوب في الدهون، يليها المواد التي تذوب في الماء ثم المواد التي لا تذوب في الماء ولا تذوب في الدهون. فهنا قسمت المواد الكيميائية على حسب نفاذها عبر الجلد إلى 4 مجموعات، مواد تذوب في الماء والدهون وهي تعتبر الأسرع في الانتقال، مواد تذوب في الدهون فقط، مواد تذوب في الماء فقط، ومواد لا تذوب في الماء ولا تذوب في الدهون. كذلك معظم المذيبات العضوية لها تأثيرات ضارة على طبقة الجلد الخارجية أو الطبقة التي تحمي الجلد بحيث تؤدي إلى تهيج والتهاب في الجلد وتؤدي إلى الإصابة أيضا بسرطان الجلد. طبعا معظم المواد الكيميائية تؤدي إلى تلف وتهيج والتهاب في أنسجة الجلد المختلفة، وكيف ما ذكرنا تؤدي إلى الإصابة أو نهاية المطاف تؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد. سادسا تأثير المواد الكيميائية على الكبد. طبعا تؤدي المواد الكيميائية إلى إصابة الكبد بحالات تسمم، حيث تعمل المواد الكيميائية على تجميع الدهون على الكبد وبالتالي تؤدي إلى موت خلاياها، الإصابة بسرطان الكبد وتدهور وظائف الكبد المختلفة وارتفاع نسبة أنزيمات الكبد وإصابة إصابة الإنسان بحدوث الصفراء. كما أن المواد الكيميائية تؤدي إلى حدوث أورام على الكبد وتكوين أكياس دموية قد تؤدي إلى حدوث نزيف داخلي. التأثير السابع هو تأثير المواد الكيميائية على الكلى. طبعا كيف ما ذكرنا الكلى تعتبر هي العضو الأساسي من أعضاء الجسم، تعمل على التخلص من أكبر كمية من المواد الكيميائية الضارة، ولكن أحيانا الكلى يحدث لها قصور في التخلص من هذه المواد، إذ إن بعض المواد تترسب داخل الجهاز البولي تسد شرايين الكلى والمجاري البولية، وبالتالي تؤدي هذه المواد
إلى منع تدفق البول وقد تؤدي إلى حالات الوفاة. وطبعا من أخطر المواد الكيميائية تأثيرا على الجهاز البولي أو على الكلى العناصر الثقيلة اللي هي الزئبق والزرنيخ والرصاص والكادميوم. العناصر الثقيلة بصفة عامة تؤدي إلى تلف الكلى، وخاصة الجرعات العالية تؤدي إلى الفشل الكلوي. التأثير الثامن والأخير هو التأثير على عضلة القلب. طبعا المواد الكيميائية تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي ضخ الدم بواسطة عضلة القلب بسرعة عالية يؤدي إلى قصور عمل الشريان التاجي، وبالتالي تؤدي إلى حدوث جلطات في القلب وفي المخ. وكما ذكرنا مسبقا أن المواد الكيميائية تعمل على ارتفاع معدل الدهون البروتينية، الأمر الذي يؤدي إلى ترسب الكوليسترول في الأوعية الدموية، وبالتالي حيصاب الشخص هنا بحالة تصلب الشرايين. مع مرور الوقت تصلب الشرايين يؤدي إلى مشاكل في عضلة القلب. حننتقل إلى تقييم مخاطر المواد الكيميائية. تم تعريف تقييم مخاطر المواد الكيميائية بأن عملية تقييم أو تقدير احتمالية وطبيعة التأثيرات السلبية التي قد تنتج عند التعرض للمواد الكيميائية. فتعريف تقييم المخاطر هو تقدير أو تقييم احتمالية وطبيعة التأثيرات السلبية التي قد تنتج عند التعرض للمواد الكيميائية. طبعا إدارة الخطر هي المسؤولة مسؤولية تامة عن تقييم مخاطر المواد الكيميائية. فإدارة الخطر هي المسؤولة عن تقييم مخاطر المواد الكيميائية، مسؤولة من الناحية العلمية، كذلك هي المسؤولة عن جميع العوامل، سواء كانت هذه العوامل تقنية يعني من حيث توفير جميع الأجهزة والمعدات، من الناحية الاجتماعية، مسؤولة من الناحية التشريعية، وكذلك مسؤولة من الناحية المالية. فإدارة الخطر إن هي المسؤولة عن نتائج هذا التقييم من جميع جوانبه، من خلال التقييم العلمي، من خلال العوامل التقنية، مسؤولة من الناحية الاجتماعية، مسؤولة من الناحية التشريعية، وكذلك مسؤولة من الناحية المالية. وذلك أو الغرض من ذلك هو لتطوير برنامج الوقاية من التلوث الناجم أو الناتج عن المواد الكيميائية وكيفية السيطرة عليها. الغرض قلنا من ذلك لتطوير برنامج للوقاية من التلوث الناجم عن المواد الكيميائية من خلال السيطرة عليها أو من خلال تقليل كميتها. طبعا قبل المباشرة في التقييم الكامل للخطر أو لمخاطر المواد الكيميائية، يجب أن يكون هناك مؤشر بأن المادة الكيميائية المراد تقديرها أو المراد تقييمها هي مادة خطيرة، ومن المحتمل أن هذه المادة تؤدي إلى تأثيرات سلبية في حال إنتاجها أو في حال استخدامها. فقلنا هنا قبل المباشرة في التقييم يجب أن يكون هناك مؤشر بأن المادة المراد تقديرها هي مادة خطيرة ولها تأثيرات سلبية، سواء كان أثناء عملية الإنتاج أو أثناء عملية الاستخدام. كذلك يجب أن يكون هناك أولويات في تقييم مخاطر المواد الكيميائية، يعني ليست كل المواد الكيميائية مواد خطيرة، فيجب أن يكون هناك أولوية في التقييم بحيث يتم تقييم المواد الأكثر خطورة أولاً ثم الأقل فالأقل. يعني هناك أولويات في التقييم، فالمادة الأكثر خطورة لها الأولوية في التقييم لأن ليست كل المواد الكيميائية مواد خطيرة. بعض التعريفات الهامة المتعلقة بمخاطر المواد الكيميائية: تعريف الخطر والخطورة والتعرض. تم تعريف الخطر بأنه خاصية موجودة في المادة الكيميائية يمكن أن تسبب ضرر للبيئة المحيطة بناء على درجة سميتها. الخطر هو خاصية موجودة في المواد الكيميائية يمكن أن تسبب ضرر للبيئة المحيطة بناء على درجة سميتها. بالنسبة للخطورة تم تعريفها بأنها احتمال حدوث ضرر كبير أثناء استخدام إحدى المواد الكيميائية.
يرجع السبب لطبيعتها الفيزيائية أو نسبة إلى تركيزها، الخطورة، احتمال حدوث ضرر عند استخدام إحدى المواد الكيميائية وفقا لطبيعتها الفيزيائية ونسبة لتركيزها. بالنسبة للتعرض، تم تعريف التعرض بأنه كمية المادة التي تنتقل من النظام البيئي للنظام الحيوي للعامل أثناء فترة العمل. تم تعريف التعرض بأنه كمية المادة التي تنتقل من البيئة إلى النظام الحيوي للعامل أثناء فترة العمل. طبعا يمكن حساب الخطر من القانون التالي: الخطر يساوي المخاطر في التعرض، الخطر يساوي المخاطر في زمن التعرض، أو درجة الخطورة تساوي درجة سمية المادة، وهي تمثل المخاطر، مضروبة في الجرعة، درجة سمية المادة مضروبة في الجرعة. طبعا هنا عند زيادة التعرض تزيد احتمالية الضرر، يعني هنا العلاقة علاقة طردية، كل ما زادت فترة التعرض كل ما زادت احتمالية الضرر، أو إن الخطر والتقليل من التعرض يقلل الخطورة، والتقليل من التعرض تقلل من الخطر. فهنا العلاقة ما بين الخطر وما بين زمن التعرض علاقة طردية، كل ما قل زمن التعرض قل الخطر، وكل ما زادت فترة التعرض زاد الخطر. كذلك العلاقة بين درجة الخطورة والجرعة علاقة أيضا طردية، كل ما زادت الجرعة زادت درجة الخطورة، وكل ما قلت الجرعة قلت درجة الخطورة. هننتقل إلى المعايير الأساسية لاختيار المواد الكيميائية لإجراء عمليات التقييم. يعني المفروض المادة أو المادة المراد تقييمها يجب أن يكون لها معايير أساسية حتى يتم اختيارها كمادة يجب تقييمها أو يجب تقديرها. أول معيار هو وجود إشارة أو اشتباه لوجود خطر على صحة الإنسان أو البيئة، ونوع وحدة التأثيرات. فأول المعايير الأساسية هو وجود إشارة أو وجود اشتباه لوجود خطر على صحة الإنسان والبيئة، يعني إن استعمال هذه المادة يشكل خطر على صحة الإنسان وعلى البيئة. النقطة الثانية أو المعيار الثاني احتمالية التوسع في الاستخدام أو في الإنتاج. معروف أن كل ما زاد التوسع كل ما زادت نسبة التلوث، يعني كل ما زاد استخدام المواد الأولية بكميات كبيرة كل ما زادت نسبة التلوث. المعيار الثاني هو احتمالية التوسع في الاستخدام أو في الإنتاج، لأن العلاقة هنا ما بين الزيادة أو التوسع في الاستخدام أو في الإنتاج يزيد من نسبة التلوث، وبالتالي تزداد نسبة الخطورة. المعيار الثالث هو احتمالية وجود المادة في البيئة، يعني احتمال أن المادة الخطيرة تكون متواجدة أصلا في البيئة. على سبيل المثال مثل الفلورايد، وتكلمنا عليه مسبقا، قلنا يوجد بنسب ذات معدل طبيعي في البيئة، ولكن نتيجة لزيادة نسبته عن المعدلات الطبيعية فتحول إلى ملوث. فهنا احتمال وجود المادة في البيئة. المعيار الرابع هو احتمالية التراكم البيولوجي للمادة داخل أجسام الكائنات الحية أو في البيئة. كيف ما ذكرنا عندنا بعض العناصر مثل العناصر الثقيلة السامة، كيف الزئبق، كيف الرصاص، كيف الزرنيخ. هذه العناصر قلنا عناصر ثقيلة تتراكم داخل أجسام الكائنات الحية، وكذلك تتراكم في البيئة دون أن تتحلل، فبالإضافة إلى سميتها هي عناصر غير قابلة للتحلل. احتمال التراكم البيولوجي للمادة داخل أجسام الكائنات الحية أو تراكمها في البيئة. المعيار الخامس والأخير هو نوع وحجم الكائنات المحتمل تعرضها، يعني الحجم العينة أو حجم المجتمع المعرض لهذا الخطر. يعني قد يكون مجتمع صغير أو قد يكون مجتمع كبير، يعني قد يكون مثلا التعرض لأشخاص معينين داخل بيئة العمل، أو المعرض هو لجميع العمال داخل المصنع مثلا، أو المعرض للخطر هما العاملين داخل المصنع وجميع سكان القانطير بجوار المصنع أو بجوار مصدر الخطر.
فنوع وحجم الكائنات المحتمل تعرضها. عملية التقييم تعتمد على 5 نقاط أساسية، هي أولا تحديد المخاطر والأشخاص المعرضين للخطر، طبعا هي تعتبر أول مرحلة. ثانيا تحديد درجة الخطورة. ثالثا اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة. رابعا توثيق النتائج. خامسا المراجعة والتقييم. بالنسبة لأول مرحلة هي تحديد المخاطر والأشخاص المعرضين للخطر، تعتبر هي الخطوة الأولى في مراحل تقييم مخاطر المواد الكيميائية، بحيث يتم تحديد جميع المخاطر المحتملة، كذلك يتم تحديد الأشخاص المعرضين لهذه المخاطر. طبعا تحديد المخاطر الكيميائية يعتمد على 3 مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي إدراك المشكلة، اللي يقصد بإدراك المشكلة هو الاعتراف بوجود المشكلة، يعني لنفترض أن حدوث تلوث في منشأة ما، فيجب هنا الاعتراف بوجود هذه المشكلة وعدم إنكارها. فإدراك المشكلة يقصد بها هو الاعتراف بوجود المشكلة وعدم إنكارها. اثنين أو المرحلة الثانية من مراحل تحديد المخاطر هي القبول بالمشكلة، أي تحديد القدرة على التصدي لهذه المشكلة وتخصيص جميع الموارد وجميع الإمكانيات للتصدي لها. المرحلة الثالثة هي تعريف المشكلة، في هذه المرحلة يتم توضيح المشكلة بالكامل، بحيث يتم تفصيلها بمجرد تعيين الخطر المحتمل، يعني يتم جمع البيانات أو جمع كل البيانات المتعلقة بهذه المشكلة، يعني بتكوين فكرة عن المشكلة بالكامل. المرحلة الثانية هي تحديد درجة الخطورة. طبعا درجة الخطورة يتم تحديدها من حيث إذا كان مثلا المادة خطيرة جدا، يعني نسبة الخطورة متاعها عالية أو متوسطة أو منخفضة الخطورة. طبعا في تحديد درجة الخطورة تعتمد على عدة خصائص، من هذه الخصائص أول شيء تأثير الخطر. تأثير الخطر يمكن تحديده عن طريق حجم الخطر، فتحديد درجة الخطورة يعتمد على عدة خصائص. أول شيء تأثير. التأثير يمكن تحديده قلنا بالاعتماد على حجم الخطر، يعني إذا كان الخطر يصيب مثلا فئة معينة أو يصيب جزء معين من البيئة أو يصيب البيئة بالكامل، هذا المقصود بحجم الخطر. احتمال حدوث الخطر يمكن تحديده بالاعتماد على تكرار فترة التعرض للخطر. بالنسبة للتأثير والاحتمال يتم تصنيفهم على أساس عالية أو متوسطة أو منخفضة عشان يتم تحديد درجة الخطورة. طبعا والمخاطر تصنف كيف ما ذكرنا في البداية على أنها عالية الخطورة أو متوسطة الخطورة أو ضعيفة أو ذات خطورة ضعيفة. طبعا من ضمن التدابير اللي لازم اتخاذها أو وضع أولويات للمواد الكيميائية وفقا لخطورتها. كيف وضع الأولويات؟ في وضع الأولويات يعني تكون الأولوية في التقييم للمواد الأكثر خطورة، يعني لما ندخل أي منشأة لتقييم أي خطر، فتكون عندي هنا أولويات في التقييم، بحيث يتم تقييم المواد الأكثر خطورة أولا، ثم يتم التدرج من الأقل أو إلى الأقل. ثالثا اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية أو اللازمة. طبعا بعد تحديد المخاطر وتحديد الأشخاص المعرضين للخطر، يجب هنا حماية الأشخاص من هذه المخاطر، يا إما بالتخلص الكامل من التخلص الكامل من مصدر الخطر، إذا لم يتم التخلص الكامل أو لا نستطيع أو توفر لا يست... إذا لم نستطيع توفير الإجراءات اللازمة للقضاء على الخطر، فيتم هنا تقليل الخطر باستخدام خيارات أقل خطورة.
النقطة الرابعة هي توثيق النتائج. طبعا عملية التوثيق يتم هنا إنشاء سجلات، هذه السجلات تدون فيها جميع نتائج التقييم. هذه السجلات يكتب فيها ما يلي: أول شيء يكتب في سجل التوثيق اسم المنشأة واسم المقيم، يعني المنشأة اللي حدث فيها التلوث مثلا، واسم الشخص اللي قام بالتقييم. الشيء الثاني، السجل يكتب فيه تاريخ التقييم وتاريخ مراجعة التقييم. الشيء الثالث اللي يكتب في السجل المخاطر اللي تم رصدها في هذه المنشأة والأشخاص المعرضين لها. النقطة الرابعة، تدوين هنا درجة الخطورة إذا كانت عالية أو متوسطة أو ضعيفة. النقطة اللي بعدها يتم تدوين الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من المخاطر، يعني الوسيلة اللي استخدمت في التقليل من الخطر. النقطة اللي بعدها، من ضمن النقاط اللي تدون في السجلات، هو الشخص الذي قام بالتصحيح أو بالإجراء التصحيحي. النقطة الأخيرة هي المدة اللي تم خلالها اتخاذ الإجراءات أو المدة اللي تم خلالها التقييم. آخر شيء في تقييم مخاطر المواد الكيميائية هي مراجعة التقييم. طبعا يجب مراجعة تقييم مخاطر وتحديثها بشكل مستمر، وتكون عملية المراجعة إلزامية في الحالات التالية: في حال ظهور معلومات تكشف عن مخاطر جديدة لم يتم التعرف عليها في التقييم السابق، يعني لو كان ظهرت مخاطر جديدة، المخاطر الجديدة هذه لم تكشف في التقييم السابق، فيجب هنا يتم مراجعة التقييم. النقطة الثانية من النقاط اللي يجب فيها مراجعة التقييم هي وقوع حوادث أو التبليغ عن إصابات جديدة. النقطة الثالثة، أنا في حالة حدوث تغيير في القوانين والتشريعات الصادرة، فيجب هنا مراجعة التقييم.